ليلى رياحي من جمعية المنصة التونسية للبدائل ومن مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية. مجموعتنا تنشط على السيادة الغذائية منذ 2017. قمنا بدراسة ميدانية في عدة مناطق في تونس، بيجة في الوطن القبلي، في نفزاوة، في سيدي بوزيد. تعرضنا لعدة إشكاليات متعلقة بحق النفاذ للأرض، بحق النفاذ للماء، بقضايا الزراعة، بقضايا الفلاحة، بعدة قضايا متعلقة بالنشاط الفلاحي كما توزيع المنتوجات الفلاحية، كما مشاكل المدخلات الفلاحية. نخدم أساسا زاد بمنهجية بحث وعمل، يعني في نفس الوقت الميدان العمل الميداني متاعنا يكون هو الرافد اللي منه هو نقوم بالتحاليل متاعنا ونحاول نبحث، إن كان عن طريق التعرض لدراسات أخرى وكتب وكل ما يصدر معناها حول القطاع الفلاحي، لكن زاد أساسا عن طريق الاستماع لتحاليل الفلاحين والفلاحات وأيضا المشاركة معهم في معاركهم اليومية وإلى المرحلية المتعلقة بالقضايا اللي نخدموا عليها. مجموعة العمل والمنصة أعضاء في شبكة شمال أفريقيا السيادة الغذائية. المجموعة كانت عضوة مؤسسة، اليوم بعد عامين من العمل الشبكة توسعت ولا تضم بلدان أخرى، حتى أن ولينا نفكروا أن نغير اسم الشبكة مع شمال أفريقيا فقط، لأنه ولا معنا فلسطين والسودان وبلدان أخرى. الشبكة هي تعبير على حركة تعرفها منطقتنا، وهي حركة متاع صغار فلاحين وصغار الفلاحات. صحيح هي ما زالت حركة محتشمة مقابل تقاوم منظومة كبيرة ومهيمنة تعتمد على البذور المهجنة وتوجه سياستنا نحو التصدير، وما تخليناش نوصل الاكتفاء الذاتي متاعنا في الغذاء. دوك هذا هو الشيء اللي قاعدين نحاربوا فيه كتف لكتف ويد في اليد مع الفلاحة ومع الفلاحات. نتمناو انه الجمعية العامة هذية متاع 2021 بعد فترة الكورونا اللي كانت فترة صعيبة حتى بالنسبة للشبكة متاعنا تعاود تنطلق بنفس جديد، وتكون النشاط يتوسع النشاط متاعها ويتعمق وينغرس أكثر في وسط حراك الفلاحين في المنطقة متاعنا. بالنسبة لتونس اليوم الملتقى اللي عملناه في تونغار جمع العديد من الحركات الاجتماعية ومن الجمعيات وإعلاميين وباحثين حول قضية السيادة الغذائية في تونس، وإن شاء الله في الفترة القادمة باش تصير عملية خلينا نقول الإعلان على تنسيقية تونس للسيادة الغذائية كجزء من شبكة شمال أفريقيا السيادة الغذائية، وأيضا كشبكة تجمع الفلاحين وصغار الفلاحين وصغار الفلاحات وتعاونهم باش يوصلوا صوتهم ويدافعوا على حقوقهم قدام هالمنظومة اللي قاعدة تنهب فيهم وتفرق وتفقر فيهم.